السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا رايحه فين بقى؟ فرح ياسمين اللي تنشك، ماشي وموقفاني انا ورابونزر اهو. بصوا، كنت رايحين كاتب كتابها النهارده، كاتب كتابها يعني الحمد لله ترجع لابو ابنها فبركلها بقى. المهم بص، انا قدام الاسم مستنيها. بصوا بقى، بصوا، قلت لمريم اكرمش 50 جنيه واديها لها يا بنتي. يا مريم قالت لي ايه العبط ده يا ماما، نجيب لها شوكولاته. فانا هخش دلوقتي نجيب لها شوكولاته ونشوف اليوم هيمشي ازاي ونشوف انا اقعد قد ايه. بصوا، مش عارفه اجيب لها ايه الصراحه. تعالوا تعالوا بليز. تريد ايه؟ هاي. بصوا عايزه ايه؟ هاي ايه؟ اجيب لها تورته ولا اجيب لها جاتوه؟ هات لها الصغنونه دي. صغنونه ايه يا وعد ميلاد؟ تعالي نجيب لها الشوكولاته. تعالي نجيب لها. جبتها خلاص. ورابونزل بص جابت ايه؟ هتاكلها. ويلا بقى نروح نشوف لو عرفت اصور لكم بقى الاوت فيت بتاعي. هناك بقى هوريكم هناك، عشان هنا ورايا الاسم. اخيرا بعد طول انتظار وشحطتها في الشارع رايحه جايه رايحه. بص، اول مره اشوفها. جميله جميله والله، مش متخيله انها جميله كده. اول حاجه حلوه قوي وطبيعيه جدا وأموره قوي ولذيذه قوي على فكره. وطلعتي اصلا في الحقيقه حبيبه قلبي، طلعتي كمان في الحقيقه بتتكسفي، انا حسيتي مكسوفه شويه. صح، بس انت يا نجا ده انت بتقطعيني. ياسمين يا جماعه، بص انا بروحش لاي حد والله العظيم. والله اول ما قلت لها انا كاتبه كتاب النهارده يا نجا هتيجي. قلت لي قبلها بقد ايه بقى؟ بساعه. عارف كوافير اصلا ساعه يعني، مش قبلها بيوم. انا كمان اصلا مشغوله جدا. مسافره الفجر والله العظيم، قدامي ساعتين واسافر. قلت لي لازم والله بنت جدعه والله العظيم. جميله يا جماعه، العريس اهو، العريس اهو. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليك يا رب. احلى احلى قابل. الله يخليك. العيله بص كلها. بصوا هدى يا جماعه، في الحقيقه اقسم بالله شفطت حمص كده، شفطت حمص يا ياسمين. اقسم بالله، لا انتوا الكاميرا كمان ظلمكم شويه في الطخ. وربنا انا بشوفك ايه؟ عارفه؟ ايوه ايوه قوي قوي. طبلوا طبلوا. يا جماعة كله بيقول لي كده. رجعت البيت. والله تعبت 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 جدا جدا. المشوار بعيد بس طبعا والله العظيم عشان خاطر عيون ياسمين الدنيا كلها. حبيبتي ياسمين انا بحبها على المستوى الشخصي واحنا اصحاب واكتر من الاخوات. وبصوا دي اول شنطه حضرتها معاكم، تعالوا اوريكم جبت ايه عشان بس تعرفوا والله العظيم ان انا كنت النهارده على سفر. بس ما كانش ينفع ان هي تطلبني وتقول لي يا نوجة هتيجي. هاجي اكيد اكيد، هاجي قلب اختي اكيد اكيد. فتعالوا اوريكم الحاجه، هغير. بصوا رابونزل كانت معايا، هغير وهوريكم الحاجه اللي انا هحضرها. ايه؟ كلمي طنط. ماشي، كلمي طنط.
صباي يا بنات، ده انا نسيت اوري لكم ده. صح، ده انا كنت جايباه من التوحيد والنور، هاخده معايا برضو المصيف. ده كنت جايباه ب 350 جنيه من التوحيد والنور. بصوا بقى جبت ايه، جبت للولاد باباهم اللي بعت لهم الصراحه يعني مولتو بقى وحاجات زي كده، عشان احنا طبعا مسافرين والطريق طويل. مولتو بيبس، هحط البيبسي بقى في البتاع دي، احط فيها التلج. جبنه رومي، شيبسي، شيبسيتين، شيبسيتين، وعصاير بقى، عصاير. جبت هنا بصوا البتاع ده الولاد بيحبوه قوي، البيتزا دي. وجبت لب، وجبت السوداني، وجبت مقرمشات اللي هي دي. دي كلها الحاجات دي تسليات كده يعني. انا لسه بقى اما نروح هناك يعني انا هجيب اكل وشرب وكل حاجه من هناك، واصور لكم الروتينات اللي انتوا عايزينها وكل حاجه. بس يلا شجعوني، قولوا لي يعني قولوا لي ايه اصور لكم ولا ايه. لو عايزين فيديو تجهيز الشنطه والمشتريات، والمشتريات اللي انا جبتها من حاجات المصيف وكده، هنزلها لكم برده. انا هصورها لكم وانزلها. هنا بقى العصاير، وهنا البيبسيات اهي، حطها في التلاجة. وبعد كده الصبح هحطها في البتاع ده. بصوا استنى اوريه لكم. موجود يا ابني مش عايز يفتح شديد. بص انا حاطه جواه ايه، ده اكياس دي بتتملي وبتتعمل تلج، فقلت اخدها معايا هناك عشان في اكيد تلاجه، واعمل تلج واحط اخده بقى على البحر، وهعيشكم معايا اجواء حلوه جدا جدا جدا. طبعا مش عايزين ننسى الفنجال بتاع القهوه بتاعنا، هاخد معايا الفنجال ده، وهاخد معايا كمان كوباية الايس كوفي بتاعي. هاخد ايه كمان، مش عايزة انسى حاجة. هاخد معايا شوية سكر، واخد معايا شوية قهوة، واخد شوية نسكافيه، شويات يعني مش هاخد كتير. هطلع النسكافيه طبعا ما اقدرش استغنى عنه، والسكر عندي كمان، بسكوت لوتس اهو. عندي ايه تاني، عندي بقسماط يعني، هشوف كده ايه اللي هاخده معايا وايه اللي هينفعني هناك. هاخد معايا بقى كنكة القهوة، وايه تاني يا ربي، والفنجال. بس هي الحاجات دي اللي انا هاخدها معايا، لفها كويس في كيس واحطها دلوقتي في الشنطة قبل ما انسى. يا بنات انا قبل ما امشي طبعا وقبل اي حاجة، بصوا نضفت المطبخ واطفي الانوار دي وهفصل الكهرباء خالص. هنا الحوض ما فيهوش اي حاجة. طبعا الاكل ده انا هشيله في التلاجة، كل حاجة هشيلها في التلاجة. كل بقى الانوار هطفيها، هشيل الفيش، هشيل كل حاجة. طبعا الاير فراير ما ينفعش اصلا، شيلي كل الفيش. بصوا حتى بتاع الميكرويف وكله الاضاءه، بس ده هناخده معانا، ده هناخده معانا بس كده. كده تمام، بوتاجاز نظيف. هطفي، هقفل بقى الحنفيه كلها والمحبس ومحبس الكهرباء. هنا بقى برضو، هنا الدنيا برضو نظيفه وكل حاجه. ايه يا رابونزل؟ ايه الشقه نظيفه ومفيش اي حاجه. شايله الفيش بتاعت الشاشه، هفصل الراوتر قبل ما امشي، واشيل التليفونات من على الشواحن، هاخدها والشواحن تمام. وهنا الولاد بياخدوا شاور بقى خلاص عشان هنمشي. يلا بص بص، ده خد شاور. انت متحمس للمصيف؟ خدت الشاور الجميل؟ قولهم حطوا لايك وانتظروا بقى الفيديوهات الجامده. يلا ادعوا لي عشان انا عندي وجعاني. ادعوا له يا جماعه عشان انا وجعاني. بحبكم قوي، واوعي تنسي تقفلي محبس الميه ومحبس الغاز. محبس الغاز اللي هو الرئيسي ده نزليه تمام، واقفلي بس الكهرباء، وشيلي كل الفيش، واقفلي المروح. لو عندك تكييف شدي الزرار بتاع التكييف. وبس كده يا قلب اختك، ربنا يسعدكم، واللي ما راحش مصيف يا رب يروح. اقفلي الشبابيك كلها بتاعه الشقه تمام. بحبكم قوي قوي، ما تنسوش تحطوا لي اللايك، واكتبوا بقى انتم متحمسين للفيديوهات الجايه ولا ايه.